السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا سود وهذا ميرور باجوتين انت لي لايف ميديا كوهرن حاليا صاحب هذا سود وهذا كليل عديرو وحال وجرا بش أبريل وحان سود أسبوع عام أسبوع هذا كليته بالرمضان سود إلى هي تقدم نبدي لها نقول جارسيو أنا قو عاف ما تقبل أجر كذا إلى هم سيو وحرة مرك إن ما أنت كهذا مقال كلا جبر يوتيوبر عام جوكت دلك أمريكا أم ودن كأمريكا جبر داس ما جاء ذو حلا بريرة لها كل جبر مدي كروا حبرير ومامو وحلا يا مام حبرير ورت أصحابها ماما ماما بريرو حلو يا عجر كذا بريرة أبو قرن سبسكرايب على صار أصحابها ومع سنتي وحين وقع زوجتي خفتوا حفي عن مركو قالوا عزومه كانت وكم بس وقعت برنامج إن عاد هذيك برنامج كايا برنامج كاس بقوة عزوم إن عاد هذيك كنت إنجليزي هوا حيا الله بدل سميش وحاربا مرك إن عن وحي سوي جسي يوتيوبر دم مقدشة عاتو أم ملاح كليت عاتو سوي جسي سدح سؤال وح سدح سؤال وحوا سدح سؤال أو يوتيوبر هذا وصاب سنتهاي يوتيوبر هذا يقول وتهاي مدك هو هذا أرتوح هواي وحلي يا هرت وحفي عن فكرتي عن اسمه سن جود بدن على كعب هاي وحياة بدن على سو جلسي سيدا موفال كسر ديار سيدا هذه سو جلسي أنا كلي جيمس وجوابي أنا كلي نقول سو عنه ده بدن كسر هذه هوا سمحت مثل كلامان تمير بنا نفرنا هذا المجال هذا كمان نمر كم يا شباب سلي وحر وامركا وحين يجسي ما مدى ده بريرو وحين يجسي سد حسوا على يوتيوبر ده يجسوا عليه ميد كواد حين هاي سبيا عن صح حسوسته كان كواد فرت اللباد وحسوسته اللباد بحي تري يوتيوب كلية ما كوش قيسين مسه شخوين كلا جارا قلت أكو شيء يصير يكري ما شاء الله وسؤال أبي أبي في عن مدة لبعض ويا هرت وحلا يا هاي وقت حاضر كان موجود جرو يوتيوب كلي أكو شيء يا هذا أكو شيء يا وقت حاضر كان موجود جرو يعني هان يوتيوب عن كشيء يا يوتيوب لكن شخوين كلا كشيء بس هذا يوتيوب يا شخص بوسو بيشو متي ومدة لبعض يعني تسي تنكوات محيي هي دورت عن صاحب حسوسته تنكوات ده وصلنا قناع كذا لكن تزدحات محيي تري ها صح تنكوات تنكوات محيي تري لبس نوع وجع شهي هنا تحرتي لبس نوع وجع شهي أنا حرتي ما شاء الله وش ألف عن هرت قفل بلبس وجع لي هاي دوق لي هاي درك دوق وكح درك نوع وكحرت وح وكحرت بو هرت أنا هان لبس وجع له هاي لبس وحنا وجو على هاي إنا حرتو سدى شاتي عشا فنان ذها يكبو كالي أرجو والية أيوة سو بلوغ وأدي أدور بدل إنا حتى نجي على هاي وشجع هويتي بريرو بسم الله بريرو ومدكوا بعد يجسي سو عشاس تنسى دحاد مركب تنسى دحاد وحاول بحق تري ما بحدا أنا كلمي ديني يوتيوبر طبعا ما بحدين أو مثل ما بحدا مال مأدا هبينك وكل عنط ما وجعشة أنا هرت تي عنط الله كل واجع له قلنا وحي عنط هذا ورت واجع له صوبت عني عنط إيه ما كرسارنا لكن عنط يويك الجيران وكل في عن كل خالصا وكل نفخ بدن لكن عنط يمكن من أدا وجع له هاي هبينك وكل تها وابحة مقالوا وأدا وصو عني رش ورأس ده هبينك وكل واحد جعلها مركنا حنا مركنا مجال هذا وكلته حدي مركز راشين مخاد في عن يلا وكلته هنا عنا راشين هو خالصا أم راشين هو في عن هو طيب في عن حدي أكو شو ملاي وكلته دورة وكلته هيلي بو وكلته جيبسي مجال باشا باشا يجلس كدي راشين كاس لبعض هو يجلس كشاتر شاتر كده أنت بينا عنا جعلها هاي بكوس عليها هذا مجعل هاي راشين كنا سكفرنا هاي بيها لو مجعل هاي بيها موجود هذا وحلو موجود هاي حيل كلها لي مكان مركو حلي هاي سد حدا سؤال انت بوا مجعل هاي because
waxa arin igu soo qaatay iyada youtuber waaye America joogta aniga ee youtuber kale marka aniga janis maanta u helay inaan joogo kaas qofku waxa fiican marka aad ku tixgeliyo oo ku qiimeeyo inaad qiimeyso qofka maanta marka aad qiimo ku yeelo inaad qiimo isku dhisidaa isagana sidoo kuu qiimeeyo kuu sharfay inaad u sharafto qofka juhdiga ka baxay hadal badan ka baxay waa oomay waxyaalo badan uu sameeyey marka waxaan leeyahay maamadeeda horta mar ahaan horta ani ahaan qoraal ahaan marka hadalada ay soo qoreysay waxaan u qaatay inaad tahay gabar yaroo kaleeto aan kula kaftamo because markii arko kaleeto waxaa ogaaday in aad hooyadii aad isku da-tihiin ama hooyadii alla da-adeed ee hadda mari soo kaleeto inaad tahay kadib waxaan ogaaday inaad maamo tahay aan kugu ciseeyo qofku markuu kaaban yahay waxaa fiican markaas darajada uu leeyahay inaad ku ciseysid aad ku raamaysid marka waxaan leeyahay maamo gariilo saddexda su-aal ay soo weydisay iyada su-aalada naguma badanin laakiin mashegi kara hadda ay qofku ugu horeeya soo jawaabo mise qofku ugu dambeeya ama qofkii hadda labaadina ahayn marka aniga cunnada saa kuu sheegi waaye cunnada waxaa ugu jeclahay raashimada dhan horta waa jeclahay laakiin doora markii la dhaho briis markii la dhaho baasta haddii la dhaho soor haddii la dhaho adiga jikin jikin wixii dhan qamsaxe sambuus leelee fog waxa ugu yar kulli waa jeclahay wax la cuno dhan horta waa jeclahay waxa la idinfakaya bis wax bii waa la idinfakaya laakiin wax la cunaayo lala khaayo aadan u jeclahay mafahantino midda labaadna waxay ahayd shaqada hadda waxaan ku ekahay youtube waa jirtay waqtigii shaqooyinka lahaay laakiin hadda waqtigeyga dhan youtube aan geliyaa waxaan u geliyaa in hadda shaqadaana ii bannaan tahay ee shaqooyin kaleeta gelihirin laakiin shaqadaa aa ka shaqeeya mafahanta umaleya labis haddii la dhahon qof aan labis jeclayn horta ma jiro qof walba wuxuu jecel yahay inuu labisto oo iskala kiciyo iscarfiyo wax kaleeta iska dhiga u jecelyahay because muxuu jecel yahay labiska waa stel ka mid ah nolosha labiska siisa waliba nolosha ka mid yahay ani maanta haddaa labisanin oo dhar gishanin iskala kicinin waxaad ku fiirinaysa balaa laakiin marka aad soo labisatid issoo kala kicisid barfuu isku soo marisid dharka ugu qurux badna aad soo marisatid andhaa soo gashatid intaba markaas waxay kuu cadeynayay in noloshaada ay shidan tahay waxaa arkaysaa qof noloshiisa waxba haysanin wax ma haysto laakiin waxaa arkay qof markaad iska labisan markaa arkay waxay dusaa qofkan baraada hantida adduunka ku fadhiyaa laakiin labis waxuu wataa marka la fiiri lasdhihi karo ninkaa nin lacag leh waa ninka shidan waay lasdhihi karo marka waxaa keenaayo labiska waxyaalo badan oo adika oo ka hor istaagaa jirto oo kaa difaacaayo haddii maalub lagu arkaado labisan marka nin harkaya waa lugaa marka labiska waa midda aadka loo jecel yahay labisna waxaa ugu jeclahay haddii suud la dhaho inaan gashto suudka baluuga inaan gashto dharka baluuga inaan gashto iyo kaba cadaan ama kaba gaduud intaasaan jeclahay because aadan u jeclahay labiska waa xiiseeya laakiin inta badan culeyska ma saaro iskuma shadeeyo mamar markii aroos aadaa kale taha laakiin haddii barnaamijyada kale aada dharkii kale caadiga ku baxa aan ku taga aan ku soo baashaala laakiin markii ay tahay meel barfeel ay tahay waa inay aadaan marka waxaa waaye intaas waaye intaasaana jeclahay saddexda su-aal ay soo weydisay saan filaya waa faantay aad iyo aad aan ugu mahadsan tahay sidaad noo sharaftay youtuberada dhan sida annaga noogu xiseysay iyo sida meesha noogu soo qaaday waxaan leeyahay janalkeeda asxaabta ha lagu yaaco waa janal talent leh waa janal ogol in wax qabsado waana janal soo bandhigaya waxyaalo badan waxaa fiican qofka markuu jallenge ku jiro in aad adiga jallenge ku jirto jallengigana waa wax fiican laakiin haddii aa waayso qofku jallenge garee waaye waxay ogaanaysaa adigana waxba ahayn laakiin nolosha waxay ugu fiican tahay markaa xifaaltan ku jirtay xifaaltankana waa waxa keliya nolosha aada kuu dhidhimin karo maanta markaa aragto kale qof inaa la xifaal ku jirtay waxaa ogaanaysaa in aad tahay qof adiga magac leh amas qof markaas dad oo leh ina wax ogaan kari laakiin haddii aa ogaan waysid in maanta qof kula soo hadlo qof wax ku dhihi waayo qof kuu soo jawaab waayo qof shibkaa dhaho qof jubkaa dhaho wax ogaan inayba dad ahayna ogaanin marka waxaan leeyahay iyadana aad iyo aad u fiican tahay maama bariido
because waa qof wanaagsan, waana qof aad isheesa dadka ay youtuberada ay waxa leeyahay aad iyo aad kaaga mahadcelinaa sidaad ugu soo qaadatay channelkaaga boqolkiiba boqol waxaan ku leeyahay waa maasan tahay. Waana arkay su-aasha isoo weydiisay, saddexdaas su-aal waa kaaga jawaabay. waxyaalo kale noo isoo weydiin kartaa haddii aad aragtay whatsappka igala socon kartaa, su-aalo kale noo isoo weydiin kartaa. Marka waxaan ku leeyahay aad iyo aad umaadsan tahay, madaxaan igii saaran tahay, sidaasiyo nabadgelyo.